طب السوق بقى في مصر عامة، هل باظ؟ هل السوق، سوق الانتقالات في مصر والارقام والصفقات الكبيره، هل باظ؟ هل النهارده عشان اعمل فرقه، لو انا جاي النهارده مستثمر عايز يعمل فرقه لازم يحط ارقام مرعبه جدا عشان يجيب لعيبه اللي هي الصف الاول؟ لا خالص. ليه؟ انت على حسب التارجت بتاعك، انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى في الدوري، عايز تبقى في نص الدوري، في نص التيبل، او عايز تبقى في، على حسب. ما هو بيراميدز مثلا عمال بيصرف قالوا بتاع من ساعه ما اتعمل عشان يكسب بطوله، صح؟ بيصرف بيصرف اكتر من الاهلي، اكتر من الزمالك، اكتر من اي حد، صح؟ فهو بيصرف هياخد بطوله. ايه مشكلته بما انك ذكرت بيراميدز يعني من وجهه نظرك؟ لا مثل يعني، ماشي، انا بقول مثل بس ده اهم مثل. في مثل تاني، فيوتشر. ما هو فيوتشر مثل هو حي قايم الاثنين. انا هقول لك انا وجهه نظري ان فيوتشر يوم من الايام هياخد بطوله اسرع من بيراميدز. وانا كمان بقول كده، اسرع بكتير. لان ايوه، ما هو انت ليه فسرها لي بقى؟ يعني فيوتشر عمل صفقات جامده جدا، واخد برضو لعيبه على رادار الاهلي ورادار الزمالك واكس اهلي واكس زمالك، عمل عمل فرقه تقيله. بس فعلا احساسنا بانه عادي ممكن ياخد كاس الرابطه دي، ممكن ياخد الكاس اللي جاي، ممكن ينافس يعني. هو عارف هو بيعمل ايه. فيوتشر بيجي يمضي مع حد، هو عارف هو بيعمل ايه، فاهم؟ مش حد وخلاص، مش اي امضى خلاص. انا مش بكون بس عمال بمضي مضي. انت خلي بالك ان كل سيزون بيراميدز بتمضي بمبالغ هستيريه. ما انا كويس، ولو حد قال لك غير كده يبقى لا. طب احنا بنصرف المبالغ دي كلها بقى لنا قد ايه؟ والتارجت بتاعنا ايه؟ فاهم قصدي؟ فانا بالتالي انا بالنسبه لي فيوتشر حاجه كويسه. الجونه تجربه على ده لسه هتقعد كتير، لكن فيوتشر اعتقد ان هو معمول يعني عايزين يكسبوا بطوله ايه في خلال سنه سنتين، فبيسرعوا. بيصرف بس بيصرف وعارف بيصرف ايه، مش ما بيصرفش وبس، حاطط ليميتس. يعني دراسنج روم فيه ليميتس، مفيش حد بياخد 20 والتاني بياخد 3، فاهم قصدي؟ وده من الحاجات اللي بتبوظ، ده من الحاجات الاساسيه اللي بتبوظ. طبعا طبعا. ازاي انا هلعب مع واحد بياخد كذا وانا هنا وبدي اكتر منه مثلا؟ فخلي بالك يعني، طبعا اللعيبه مايند سيت. انت ممكن تعلى 3 تعلى 4، لكن مش ممكن تعلى 16. فاهم قصدي؟ في مصر في ماركت اصلا، انا الماركت الوحيد اللي كان بيصرف في الكورونا هو ماركت مصر. يعني كانت غريبه جدا يعني. بقى جاي تيجي تقول فين الفلوس، يقول لك انا معيش فلوس. طب انت بتهدي الارقام دي ازاي؟ صح. يعني الماركت الوحيد ايام الفتره بتاعه الكورونا هي مصر، ما كانتش مفهومه خالص. طب والسؤال برضو في الجزئيه بتاعت الدريسنج روم، اوضه اللبس، لما يكون في لعيب يعني مثلا، انا ما دخلتش الدريسنج روم بتاعته. انا فاهم، انا عامه بقى اتكلم جنرال في الحته دي بالذات، لان انت بره تقييم العقود بيبقى مبني على ارقامك وادائك في المواسم السابقه ومركزك وتاثيرك وفائدتك للفرقه والشغل ده كله. هنا في مصر مش كده، لا ما بيتبنيش كده. ده حاجه كان اقول لك، انت عارف انا بعد الكورونا طبعا ابتديت اشتغل شويه في مصر. بدون نزع هقول لك بس المثل، يعني مثل صغير وانت قيس عليه. في واحد كان بيلعب في فرقه معينه، ماشي. وراح فرقه جماهيريه معينه. اوكي. الولد ده قاعد على الترابيزه وراح واخد مثلا جنيه، والناس كلها راضيه بالجنيه. اوكي. حلو. فمدير الكوره كويس، ماشي، بعد ما احنا مشينا او هو مشي جابه تاني، اداله 2 جنيه. ليه؟ انت بتسالني انا؟ فاهم قصدي؟ ما سالتش انت، ما عرفتش ولا عايز اسال. بس يعني انت فاهم يعني ايه نادي عايز يثبته يعني؟ عايز يعني ياكد يثبت ايه؟ ما هو ماضي. امال ايه ما هو انت ما هو ده حاجه انا ما بشوفهاش في العالم كله. انا النهارده الراجل بيقعد ويقعد مثلا يتفاوض معاك على ساعتين، انا ما كنتش موجود، قعد سنتين ثلاثه يتفاوض، فتوصل لمرحله الجنيه، ماشي، تمام، حلو، خلاص. بعديها مثلا ايه بيوم او ساعتها بالليل يروح مكلمه يرجعه تاني، يغير له العقد بتاعه، بدل ما ياخد 2 جنيه بياخد 4 جنيه. وانت قيس بقى على اللي بعد كده اللي بيحصل ايه بقى، فاهم؟ فانت انت فاهم المأساة اللي انت فيها، ان انت ازاي بتعرف ان انت تعمل عقد مع نادي، النادي نفسه، النادي نفسه جواه بيدفع اكتر، يعني انت دافع اقل فبتدفع اكتر. انت معكش فلوس اصلا، يعني انت معكش فلوس، جايب فلوس منين؟ انا بتكلم عامه، خلينا نتكلم على نادي جماهيري، مش نادي بقى شركات وبتاع، دي معوش فلوس. فانت قيس بقى على ده. في حاجات كتير انا بتفرج عليها غريبه، انا ما شفتهاش قبل كده. طب هو شفتش بره ان حد يجي يقول لك انت تبع مين ولا تبع؟ بره بتفتح الباب واكيد انت بتحبه وما بتحبوش، انت لازم تتعامل معاه. هنا 80% من الانديه بلاش 80 70% لا مش كل واحد على حسب مش. الوكيل ده صاحبي وحبيبي ولا طبعا ليه بيعملوها؟ خلي بالك في انديه معينه بتعامل مع ناس معينه، ايوه، بس ما حدش تاني يخش غير ده، فاهم؟ وبعد كده ممكن واحد قاعد على القهوه يقول له تعالى انت وكيل دلوقتي، فيجي يخلص الديل ويمشي ما يعرفوش اصلا. انديه كبيره، انديه كبيره طبعا، لا انديه مش جماهيريه بس انديه كبيره. اوكي، مشان بس ايه ماشي حدد. بس مثلا حتى نقيس بالاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر، مش بيبقى لهم ناسهم برضو؟ لا ما يقدروش يعملوا كده قوي، مش خلي بالك، مش زي انديه تانية، مش زي انديه تانية، مش ليها ناسهم. لا برضو لا، عمره ما تقدر تدخل مثلا نادي الزمالك او نادي الاهلي يقول لك ده انا بتعامل معاه وده، ما يقدرش، لان الجمهور كتير واللي هيحصل هو مش عارف يهندله. فلكن النادي ما عندوش جماهير ونادي معاه فلوس اكيد ممكن يحصل كده. ف
طبيعي. طبيعي. طب هو ايه الصح في موضوع العقود؟ يعني الفئات زي ما أندية عاملة ولا كده زي ما تمشي كده كل واحد ونجوميته وكل واحد وشعبيته؟ انا ما شفتش اصل قصة الفئات دي في مصر هي اسمها فئات. بس انت ما تطلع بره ما هتلاقي نفس القصة، كل واحد في الاسبوع لا تسي فيه افريج بيحصل. ماشي. كويس، في ناس اكتر شوية عشان تاريخهم، في ناس اللي هو الكتير قوي اللي هم في النص ده، وبعد كده في ناس اللي لسه بتبتدي او بتخلص او العقود الصغيرة. فهي هم ثلاثة، هي قلت عليهم فئات بقى ما قلتش عليهم فئات، انت حر ما عنديش مشكله خالص. ماشي. لكن ما فيش حاجه اسمها فئه اولى مثلا كذا بره، لا ما فيش كده، هو يقول من 35 36 في الاسبوع 40، هو في نفس الرينج يعني. اوكي ماشي. اوكي، لكن هنا يقول لك الاهلي مثلا عنده سقف. وانا والسقف في الاهلي ده حماه كتير قوي، خلي بالك انه يبقى اخرك كده مش هنعديه. طبعا. طب بص، في مصر لازم يعني الانديه الكبيره لازم يكون عندها سقف. لازم طبعا. اوكي، عشان تاخد بطوله انت مطالب ببطوله، فانت هتعمل كنترول ازاي على الدريسنج روم وانت بتدي ده وبتدي ده ومتديش ده؟ طب يعني برضو خليها، بما ان احنا ذكرنا الاهلي، الاهلي عنده الفئات، عنده قصة الفئات، الفئة اولى وتانية وتالتة. اللعيبة بتحس بالعدل لو هي في الفئة التالتة وشايف انه حد ما يستحقش في التانية مثلا؟ ما كانش ياخد البطولات دي كلها، دي منطقية، موضوع لانها مبنية على حاجة. يبقى عندنا امثلة اهو، في حاجات مبنية. هو اريح له، خلي بالك اما يجي يحط سقف ده اريح له. ما يحطهاش ابهز، اذا انا داخل النهاردة مش عارف انا احطك في ايه ولا هدي لك ايه. بس انت حتى لو ما عندكش فئات او حاططهم، انت بتحط رينجز وانت بتقعد على الترابيزه بتتفاوض. مثلا وانا في الجونه كنت بحاطط رينج، بس مش حاطط فئات، يعني مش حاطط فئه اولى فئه ثانيه فئه ثالثه، حاطط بس انت في الحته دي. يعني محمد نجيب بتاريخه ده قصه ثانيه، فاهم؟ فياخد كذا. ماشي. احمد ياسر ريان جني دي الاهلي كذا، فاهم قصدي؟ يعني كل واحد وعلى حسب. انت النهارده هتطلع احمد ياسر ريان وتسيب ويخليه يسيب الاهلي ليه؟ ما اكيد عشان فلوس طبعا، صح؟ طبع. لكن في واحد من درجه ثانيه ممكن يكون مثلا عمل اكتر من احمد ياسر، بس انت عشان تستقدر احمد ياسر كان لازم تدي له كذا. صح. هي على حسب، بس في ات اند اوف داي في الرينج او في الاطار هتلاقي فئات، بس فئات مش شرط ان هي مش محدده لوجيك يعني. بالنسبه لحد ممكن تكون انت اللي صاحب القرار، انت عاملها فئات في دماغك عشان حاجه معينه. فانت لو في الجونه مثلا اما كنت عامل نوعا ما فئات، نوعا ما انت كنت عاملها صريحه، بس كنت عامل فئات ما كنتش عاملها صريحه، كنت عاملها بالتارجتس. بس قصدي ان انت محدش يقول اشمعنى. ما حدش معنا طبعا، ما فيهاش طبعا، لا، لان انا عارف انه ده ما فيهوش لا هو بيتجامل ولا انا بتظلم. لا، انت ممكن يكون ولد صغير مثلا، ممكن في اخر السنه ياخد اكتر مثلا، معلش انا محمد نجيب بيجيب سيرته اكتر من كابتن احمد نجيب. طبعًا. ده لان هو اعلى يعني تاريخه اكتر في وده لازم يعني. فبالتالي انا ممكن اخلي واحد صغير ياخد اكتر من نجيب، بس يعمل 1 2 3 4، يعني ممكن يكون باخد 100,000 جنيه بس، والتاني بياخد ملايين. ماشي. انت ممكن توصل للملايين، بس هتعمل 1 2 3 4 هتلعب كله كله مكتوب، لازم يبقى. ما دي مصيبه، انت بقول لك ايه، انا بكتب بايديا. طب ما تكتبش بايديك، ما تطبع يا عم وتكتب، يبقى مطبوع. طبعًا. ايه اقعد انا املى عشان اللي ليه واللي عليا، واربع نسخ. انت عارف يعني ايه اربع نسخ؟ فانت لما تيجي تعمل البونز بقى اربع نسخ دي، يعني قصه جدا، يعني قصة على الإداري، كأنك قاعد عمال بتكتب محاضر يعني. طبعا. طيب، يعني أنت في الآخر في القصة هنا أنه من أسباب فشل أندية في حاجات كتيرة أو في تحقيق بطولات موضوع العقود والتحديد الأرقام واللعيبة دي بتاخد كذا، لأن أنا بسمع لعيبة مش مؤثرين ومش نجوم ومش عاملين حاجة خالص، وتلاقيه بياخد 18 مليار ليه؟ أنا ببقى مش قادر أفهمها. أنت سألت ليه؟ ما عنديش إجابة الحقيقة. عندك اجابه يعني؟ طبعًا. ايه بقى؟ لا عندي اجابه، بس ما تقلش على الهواء. ما تقلش على الهواء طبعا، لا ما ينفعش. على فكره مصر كلها عارفاها، يعني لو انت هتشوف مثلا في حاجه واقعه من حته او في نادي، هو مش النادر بس اللي عارف، هي مصر كلها عارفاها. وانس انه حد هيتكلم كله هيتكلم، انت فاهم؟ فهي اتس ماتر اوف ان انت ازاي تعرف تقدر مسؤوليه النادي. النادي ده مش بتاعك، النادي ده بتاع حد. ماشي. الحد ده لازم انت تفكر ازاي توصل بالنادي ده لحته مختلفه او حته فيها بطولات. كويس، مش انت ده النادي ده. مش بتاعك. لو انت مثلا ماجد سامي دي قصه تانية، انت راجل نادي عايز تنزله بقى، عايز تطلعه، دي حاجه ترجعك. لازم تكون موظف في مكان، لا لازم تكون محافظ عليه وتعرف التارجت بتاعتك ايه وتعرف البادجت بتاعتك ايه وتمشي عليه.